ومن مزاد الصقور إلى السقارين، حلفاء الطبيعة فيلم وثائقي سلط الضوء على السقارين في المملكة العربية السعودية الذين شاركوا في مهرجان الملك عبد العزيز للصقور النسخة الثالثة عام 2020 الذي شهد تنافس أكثر من 2000 صقر من مختلف أنحاء العالم. الفيلم الذي يعرض على قناة ناشونال جيوغرافيك أبرز أيضا قصة الفتاة السعودية شيهانة العنزي ابنة التسع سنوات والتي تعد أصغر صقارة سعودية. للمزيد تنضم إلينا من الرياض شيهانة العنزي أصغر صقارة سعودية ووالدها ضيف الله العنزي. صباحكم الله بالخير. يا صباح النور. يا صباح النور. يا هلا شيهانة. أو أنا خلنا أبدي ضيف الله اسمح لي خلنا أبدي مع شيهانة أول. شيهانة تعرفين معنى اسمك؟ عسى دوم الضحكة. معناته شنو معناته؟ معناته صقور. معناته صقور. يا شيهانة صباح الخير لك ولوالدك ضيف الله العنزي، اهلا بكما من جديد. يمكن اول شيء بيتبادر لذهني انا اسالك، ما بتخافي من الصقور؟ لا، ليه اخاف؟ بعرف عادل عادل. طيب خلني اسال ابوك يا شيهانه، انه ضيف الله العنزي ايش كثر صار لك تعلم شيهانه من متى عمرها كونها اصغر صقاره سعوديه اليوم؟ يا هلا استاذ عادل، يا مرحبا مليون انت واختراويه، والله العظيم ان نفرح لها شفناكم. عسى الله يحفظك صراحه الصباح العربي. يا هلا. العموم برد لك على سؤالك بالنسبه لشيهانه، صار لها تقريبا من 5 سنوات وهي تنقل الطير وتعشي. ايه 5 سنوات. كم عمرها ما شاء الله يعني كان؟ الحين كان عمرها، عمرها كان 5 سنوات. ايه ها عمرها الآن عمرها 9 سنوات. عسى الله يحفظها. اي نعم امين وياك. وما كانت تخاف ولا كانت تتردد تنقل الـ لا كانت تركب معنا، كانت تركب معنا بالسياره بتهجم علينا عشان تروح معنا مع اخوانها، تغار من اخوانها وتعرف ليش انا بنت وهذا العيال اللي يمسكون طيور، لا بمسك انا وبعشي وبزين الامور وبصير احسن منهم. وصارت احسن منهم سبحان الله. سبحان الله. طيب شيهانة انت بتفضلي يعني الصقر، يعني بتحبي هذا الحيوان اكثر من غيره من الطيور او الحيوانات؟ خلينا نشوف وجهك الحلو، ارفعي راسك يا شيهانة، ارفعي راسك. ايوه عسى الله يحفظك. جاوبي على سؤال راوية. يلا تحبين الصقر اكثر من غيره؟ ما عندي، ايوه احسن من احسن، يعني شيء غريب الصراحة، بس إنه شو اللي بتحبيه بالصقر، بكيف بتتعاملي معه؟ تعامل معه بطيبة. عدل؟ أحس إنه زي أطفالي، ما أدري ليه. أطفالي توك صغيرة. زين خليني اشوف انت الحين ليه قاعده بروحك وابوك بروحه، يعني في عندنا بالاستديو يقولون ليش انتم شويه بعاد عن بعض، في سر، تعرفين ليش ولا لا؟ ما ادري. ما تدري؟ ضيف الله جاوبنا انت. طال عمرك لا، عشان الطيور تكون مسافه بيننا وبينهم، عشان الطيور تكون مسافه بين الطيرين. ايه زين احنا خل تقدرين خلينا ورينا الطير، احنا ما نشوف الا ممكن تكبرون لنا الكاميرا ولا تورونا. ايوه هاي.
واحد عنده طير. ها عندها طيرها ولا هذا طير ابوك؟ هو كمان طيرها عنده طير. شيهانة طيرك ولا طير ابوك يا شيهانة؟ عارفه افكها. بسم الله. طير يا اصلا طير ابوي كل ابوه لونه ابيض انا عادي اي شكل. زين شكلها انقطع من عندي. انت 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 تزعلين لما اخوانك يطلعون مع ابوك وانت قاعده في البيت ولا تروحين وياهم؟ لا اهرب معاهم بسرعه. شيهانة خبرينا كيف تتعاملي مع الصقر؟ يعني بحبوكي لإلك ولا بحبوا اكثر بيك وبحبوا اهتمامك فيهم؟ شوف انا وابوي نفس الشيء يعني الطيور متعودين علينا. ويعني حتى لو يوم انا ما وكلتهم عادي ابوي يوكلهم. يعرفوننا احنا الاثنين. طيب ما ابوك يقول لك مضبوط كلامك حلو. زين خلينا انا اسال ابوك اليوم، هل كل عيالك اليوم صقاره ولا بس انت تختار الصقار لمواصفات انه يتعامل مع الطير الحر؟ استاذ عادل صقاره والله بحر، بس انا بختصرها لك. تعامل الطير يعني شوي فيه شراسه، فيه عارف كيف؟ ما يبغى له واحد حنين يعني من الاخر. وما شاء الله بنادي الصقور عودونا على الشغله هذه انهم يعني مع الصقار بكل طلباته وكل، فمشاركتها هي كانت لحد ذاتها تحدي. انها طفله صغيره عمرها 9 سنوات تطير في نادي الصقور وتفوز في مراكز وتدخل مع الناس الكبار الصقارين اللي صار له يعني تقريبا 70 سنة 80 سنة وهو في صقارة. طفلة صغيرة دخلت النادي على أوسع أبوابه، سهلت له نادي الصقور ما شاء الله. ومشكورين على أي والله. يعني دخولها مو بسهل وكانت تجربة طيبة وكانت يعني نجمة بنفس الوقت، وبنفس الوقت شرهت الأطفال الثانيين أنهم يدخلون في إرثهم ارثهم وما يخلون الصقاره. فهمت علي كيف طالع؟ يقولون يقول الشاعر شيهانه حره مذهب الاقطار منها شموخ الحر ياخذ مسار. يا سلام يعطيكم الف عافيه. فالك طيب. شكرا جزيلا لشيهانه العنزي اصغر صقاره سعوديه والدها ضيف الله العنزي. قواك الله يا شيهانه. شكرا شكرا جزيلا. شكرا لك. طيب يا مرحبا يا مرحبا.